ناشئين العراقي يحقق الفوز على منتخب الأردن للناشئين ويتأهل للدور النصف والنهائي من غرب آسيا. وأيضا آخر أحداث إصابة اللاعب أيمن حسين وكم يوم سيغيب عن الملعب. ونادي الخورية الشبابي طالب تعويض من الفيفا بشأن إصابة لاعبه أيمن حسين. عندنا هواي أخبار مهمة يا شباب، لازم تتابع الفيديو للنهاية حتى تفهم كل شيء أول بأول. سلام عليكم حبايب قلب، أنا رضا حبيب، حياكم الله. منتخبنا للناشئين يتأهل للدور النصف والنهائي بعد فوزه على منتخب الأردن للناشئين بهدفين مقابل هدف في بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن حاليا. منتخبنا تأهل متصدرا للمجموعة بكل جدارة واستحقاق، وبالمقابل الأردن ودعت البطولة بعد هذه الخسارة أمام منتخبنا للناشئين. ألف مبروك لأسودنا الصغار مستقبل الكرة العراقية. منتخبنا يا شباب قلب تأخره بهدف إلى هدفين وحقق نتيجة الفوز بكل استحقاق. وبعد نهاية المباراة تم الاحتفال بالفوز من جهة لاعبين منتخبنا الناشئين، وأهدوا الفوز إلى اللاعب الكبير أيمن حسين وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة للملاعب بأقرب وقت. لازم نهتم بهاي الأجيال الحلوة بالناشئين والشباب وحتى الأولمبي، ومن خلالهم نطور منتخباتنا الوطنية للأفضل إن شاء الله. المهم يا شباب ونجي ننوه عن آخر مستجدات إصابة اللاعب أيمن حسين. أيمن يا شباب راح يبقى 3 أيام بالمستشفى وبعدها يغادر ويرتاح بهاي الفترة كلها اللي راح يجلس بها، يعني ما يقارب من 30 إلى 40 يوم راح يكون خارج نطاق اللعب. وأيضا بعد توصية خاصة من محمد الشاعر السوداني تم صباح اليوم مغادرة أم أيمن حسين وخاله إلى دولة الكويت، وراح تبقى بقرب اللاعب أيمن لحين مغادرته من المستشفى من دولة الكويت وعودته بسلام لبلده العراق. مبادرة جميلة من رئيس الوزراء محمد شاه السوداني تستحق الشكر الصراحة. وبالمقابل يا شباب حساب نادي الخور يتساءل هل سيعوضوننا الاتحاد الفيفا بسبب إصابة اللاعب أيمن حسين وغيابه عن الملاعب لمدة 40 يوم؟ الصراحة بدول أوروبا اللاعب المصاب يتم تعويضه، بس احنا كعرب صراحة ما أعرف. المهم يا شباب هاي مو موضوع مهم، الأهم سلامة اللاعب وعودته بسلام. عندنا خبر آخر يا شباب جدا مهم، موقع الاتحاد الكويتي يعلن عن بيع جميع التذاكر المخصصة للجمهور العراقي بعد ساعات قليلة من طرحها على الموقع. العدد المخصص للعراقيين يا شباب 5000، وتم بيع جميع التذاكر عبر الحجز الإلكتروني، يعني إن شاء الله راح نشوف جمهورنا منور ملعب المباراة. وإحنا لازم نحقق الفوز وضمان التصدر من الآن، ما نقدر نضيع أي نقطة يا شباب. كل المنتخبات دخلت بصراعات قوية وضغوطات نفسية بسبب نتائجهم بالمباريات الأولى، يعني مثل قطر رجع استدعى اللاعبين إدميلسون يمكن وأحمد الراوي. المنتخب قطر حتى يقدر يعوض ويسوي نتيجة جيدة بالمباراة الثانية، يعني كل المنتخبات يا شباب صراعات مستمرة. وشفنا هجمة الجمهور الأردني على منتخب الأردن بعد الأداء الهزيل وتسليم المباراة بالتعادل مع منتخب الكويت، وكان الأردن الصراحة يعني هاي المباراة من أسهل المباريات اللي ياخذ نقاطها ويكون مسيطر، بس يعني مثل ما نقول دائما المباريات الأولى يا شباب جدا صعبة، الصغير يفاجئ الكبير وهذا شيء جدا طبيعي. المهم يا شباب احنا الحمد لله ما عندنا شيء، مجرد نلعب كل مباراة لأجل الفوز فقط، ما حد راح يذكر أدائنا من نخسر يا شباب، لازم نفوز بكل مباراة وتحقيق نقاط المباراة فقط. كأساس بتدريبات ليلة أمس أكد أن البديل راح يكون علي الحمادي، يعني كأساس لح جدا على علي الحمادي بالتدريبات، وأيضا دانيال السعيد وزيدان إقبال راح نشوفهم أساسيين بإذن الله. هذا اللي لاحظنا طبعا من خلال التدريبات والتوجيهات مو بشكل رسمي ولا أخذنا خبر من مصدرنا، واضح يا شباب؟ المهم ما نتكلم أكثر عن منتخبنا ونكشف كل شيء. منتخبنا قادر خطف النقاط بالمباراة القادمة. تعالوا يا شباب خلنا نعطيكم موعد ووقت مغادرة العراق للكويت. حسب مصادرنا أكدون المنتخب راح يغادر يوم الاثنين عصرا ويسوي وحدة تدريبية واحدة فقط على ملعب المباراة الرئيسي، وبعدها ثاني يوم يجري العراق مباراته أمام أهل الأرض منتخب الكويت. كأساس فضل يبقى بالبصرة يتدرب لحين يوم الاثنين عصرا وبعدها يغادر لدولة الكويت، طبعا بالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني. الجانب الكويتي يا شباب اجل المؤتمر الصحفي لمساء يوم الاثنين، يعني راح يصير المؤتمر الصحفي يا شباب بالليل بسبب طلب كأساس بالوصول للكويت قبل المباراة بيوم، لان المناخ يا شباب مشابه للبصرة والكويت، فقرر الابقاء بالبصرة واكمال التدريبات. وطبعا هاي خطوة حلوة من كأساس حتى لا اعلام ينقل التدريبات ولا حد يعرف اخبار المنتخب الوطني. مباشرة لملعب المباراة الرئيسي يجري وحدة تدريبية واحدة وبعدها المؤتمر الصحفي،
وثانيا مباشرة يدخل المباراة. يعني خطوة كلش حلوة الصراحة من كاساس. إذا فاز منتخبنا يا شباب بالمباراة القادمة أمام الكويت بنسبة كبيرة يخطف مركز الـ 54 بالتصنيف أو حتى الـ 53 حسب مراكز بقية المنتخبات. إن شاء الله نحقق 3 نقاط والقفز بالتصنيف أيضا. منتخبنا قادر ولاعبينا قادرين وعدنا المواهب وعدنا الإمكانيات اللي تصنع لنا الفارق بكل مباراة. هاي كل أخبارنا المهمة يا شباب لهذا اليوم. أتمنى إذا أول مرة تشوفني تشترك بالقناة وتدعمني باللايك تجي علينا استمر أكثر وأكثر. أشوفكم في فيديو خبر جديد. مع السلامة.